لن تصدق شكل أبنائي أبطال مسلسل يوسف الصديق. قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعاً لنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. أحتاج 10 ثوان فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد. وقم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله، لنبدأ الفيديو. محمود باكنيت، من مواليد 1952، العمر 69 سنة، متزوج من الفنانة الإيرانية مهوش صبركان. جعفر داقان، من مواليد 10 من أبريل 1960، العمر 61 سنة. أسينات، إلهام حميدي، من مواليد 29 من نوفمبر، العمر 43 سنة، زوجها شهاب حسيني. بيناروس، أمير حسين مدرس، من مواليد 1970، العمر 50 سنة، لديه بنت واحدة اسمها إيليا مدرس. ميمي سابو، من مواليد 1937، العمر 84 سنة، لديه ولدين فقط. مصطفى زماني، العمر 38 سنة، غير متزوج. تيون رياحي، من مواليد 31 من ديسمبر 1961، العمر 59 سنة. حسين جعفري، العمر 29 سنة، وهو أيضا غير متزوج. ألف ماهو، رحمه الله، توفي سنة 2011، العمر 58 سنة. نيفارتيتي، العمر 38 سنة. كالي ماما، مواليد 1960، زوجة محمود باكنيت. أريد منك فقط أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد. رمضان مليء بالثقافة والمعلومات الدينية، تجدونها على قناتنا كتاب الحقائق. أهلا ومرحبا برمضان، شهر الرحمة والغفران.